أحسن الله إليكم. الفقرة الثانية في رسالة السائلة تقول: بالنسبة للاستقارة، هل هي في الأمور الدنيوية أو العبادات، وما صفتها مأجورين؟ العبادات ليس فيها استخارة، لأن ظاهرة المصلحة يفعل العبادة المشروعة ولا يستخير في ذلك، لأن المصلحة ظاهرة فيها والأجر ظاهر فيها. إنما الاستخارة في الأمور الدنيوية من بيع أو شراء أو سفر أو غير ذلك أو زواج. نعم.